السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة انجليش تيوب، معكم عباس شكر. أعزائي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، في هذا الفيديو إجابة على امتحان الورك بوك الثاني عشر والأخير ضمن مراجعة الثانوية العامة والأزهرية، وهو مراجعة للوحدات 16 و17 و18. أما بقية امتحانات الورك بوك فهي موجودة في الرابط الموجود أسفل الفيديو. وزي ما بأكد عليك دايما إن الورك بوك بتدريباته وبامتحاناته بيمثل مراجعة شاملة وكاملة وكافية جدا بالنسبة لك، لأنه هو المصدر الأساسي لوضع الامتحان، وهو المصدر الأساسي اللي بتاخد منه كل الكتب الخارجية. بلاش تشتت نفسك، لو محتاج تذاكر من أي كتاب خارجي خلي ده بعد ما تنتهي تماما من فهم كل التدريبات الموجودة في الورك بوك وفهم كل الامتحانات ال 12 الموجودة في الورك بوك. والرابط الموجود أسفل الفيديو فيه إجابة على كل امتحانات الورك بوك من الأول للأخير. وهنبدأ بكويشن نمبر 1. The rays of the sun eliminate, illuminate, fabricate, regulate the statue. أشعة الشمس illuminate the statue تنير التمثال. Question number 2. If you will heat, heated, had heated, heat, water, it boils. والجملة هنا جملة شرطية بتبدأ بأداة الشرط if، وجواب الشرط boils مضارع بسيط فهي حالة صفرية. وما دامت حالة صفرية فاحنا محتاجين في فعل الشرط إلى مضارع بسيط تصريف أول، فالإجابة heat. Question number 3. The yacht got out of the small boat and tied, tightened, tired, put it to a tree to stop it floating away. زياد خرج من القارب الصغير and tied it to a tree، وربطه في شجرة. Question number 4. Hassan has worked hard for the test. I'll be surprised if he doesn't pass, isn't passing, hadn't passed, won't pass. وهنا جملة شرطية if في الوسط، قبلها جواب الشرط will be future، وبالتالي هي حالة أولى، وعشان هي حالة أولى بيكون فعل الشرط مضارع بسيط، إذا الإجابة doesn't pass. Question number 5. The bottom of a shoe is often made of rubbish, rucksacks, rubber, rulers. أسفل الحذاء غالبا يصنع من رابر المطاط. Question number 6. If I went to Australia, I will see, saw, what see, had seen my cousins. وهنا جملة شرطية بتبدأ بإف، بعدها فعل الشرط went, past simple ماضي بسيط، وبالتالي جواب الشرط would والمصدر، إذا الإجابة would see. Question number 7. We saw a celebrity, publicity, celebration, fame at the theater today. She is a famous singer. لقد رأينا a celebrity at the theater today. لقد رأينا شخصية مشهورة في المسرح اليوم. إنها مطربة مشهورة. Question number 8. Adele might have, will have had bought that phone if it hadn't been so expensive. والجملة جملة شرطية if موجودة في الوسط، بعدها hadn't been ماضي تام، إذا حالة تالتة، والحالة التالتة جواب الشرط بتاعها would أو could أو might have وتصريف تالت، إذا الإجابة might have bought. Question number 9. The police forecast forced made had the car to stop before the thieves could drive away. الشرطة forced the car to stop. أجبرت السيارة أن تتوقف. Question number 10. I feel ill. I wish I didn't eat, don't eat, hadn't eaten, won't eat so many sweets. وهنا جملة wish وقبلها مضارع بسيط I feel ill، وده ممكن يخدع الطالب فيقول وش بتحول الزمن خطوة للخلف، يعني المضارع البسيط يبقى ماضي بسيط فيستخدم didn't eat. الكلام ده ممكن لو كان الجملة اللي بعد وش هي نفسها الجملة اللي قبل وش، لو كان قال I wish I didn't feel ill أو I wish I felt better، إذا نستخدم الجملة اللي قبل وش حطها بعد وش فهيحولها من مضارع إلى ماضي. لكن هنا الوضع مختلف، هو مستخدم جملة مختلفة تماما، فبيقول أنا أشعر بالمرض، أتمنى لو أني لم أكل حلوى كثيرة في الماضي، فبيحول الماضي إلى ماضي تام، إذا الإجابة hadn't eaten. Question number 11. A man put dead lit fired a gun to start the race. الرجل fired a gun، أطلق عيارا ناريا to start the race، ليبدأ السباق. Question number 12. Selma is in England. She wishes it stops, will stop, stopped, would stop raining. وعشان في wish ما اقدرش استخدم مضارع زي stops ولا مستقبل زي will stop،
انما اقدر استخدم احد ازمنه الماضي زي stopped او what او could زي would stop. والجمله هنا بتتكلم عن موقف محدد وهو ان سلمى في انجلترا وان الجو يمطر بشكل متواصل وهي تتعجب من ذلك ففي علامه تعجب. اذا هي تتمنى it would stop raining ان يتوقف الجو عن المطر. لكن السؤال ليه ما استخدمناش stopped وهي في زمن الماضي البسيط وتناسب wish؟ السبب ان stopped اصلها stops مضارع بسيط بيعبر عن معنى عام ودائم ومتكرر. واحنا هنا بنتكلم عن موقف محدد وليس موقف دائم او عام او متكرر فبنستخدم would stop. وكمان عشان would وبعدها stop بتفيد الضيق او الشكوى من شيء يحدث بشكل زائد ومزعج. Question number 13. It was very hot so we sat over on beneath at a big tree and had a rest. لقد كان الجو حار جدا لذلك نحن جلسنا beneath a big tree تحت شجرة كبيرة وأخذنا قسطا من الراحة. Question number 14. Ali is very tired and wishes he is was would be had been in bed. ومعنى الجملة أن علي متعب الآن وهو يتمنى لو يكون في السرير الآن فبنستخدم he was in bed ماضي بسيط ليعبر عن تمني لو كان شيء يحدث الآن. Question number 15. Look at that cat. It is chasing, running, cheating, chatting a mouse. انظر إلى تلك القطة. إنها chasing a mouse. تطارد أحد الفئران. Question number 16. You can go to the park provided that as long supposing in case your home at 8 o'clock. بإمكانك أن تذهب إلى الحديقة provided that بشرط أن you are home at 8 o'clock أن تكون في البيت في الساعة الثامنة. لكن ليه استخدمنا provided that واستبعدنا بقية الاختيارات؟ as long محتاجة إلى as بعدها عشان تكمل معناها عشان كده هي مستبعدة. supposing وزيها suppose وممكن يجي وراها that بيأتي بعدها افتراض حدوث شيء في المستقبل وبيكون الجملة اللي وراها حالة تانية الفعل بتاعها ماضي بسيط. in case بيأتي بعدها شيء مفاجئ أو غير متوقع وغالبا بيكون شيء غير مستحب وقبلها جملة في المستقبل عشان تعبر عن استعدادي لهذا الشيء المفاجئ. فمثلا لما بقول I will take an umbrella with me in case it rains يبقى أنا هاخد شمسية معايا استعدادا لأنها ممكن تمطر والمطر ده هيكون شيء مفاجئ وهكون أنا مستعد بأخذ الشمسية معي. Question number 17. It was easy for them to sail up the Nile because there was a north dark solar tight wind. لقد كان من السهل أن يبحروا في النيل في اتجاه المصب up لأنه كان يوجد a north wind رياح شمالية أو من جهة الشمال. وطبعا بقية الصفات لا تناسب الرياح فما فيش رياح اسمها dark wind رياح مظلمة ولا solar wind رياح شمسية ولا tight wind رياح ضيقة. Question number 18. You can't drive a car as long as unless on condition that without you are 18 or older. لا يمكنك أن تقود السيارة unless إذا لم تكون 18 سنة أو أكبر من ذلك. وهنا as long as و on condition that لا تناسب المعنى و without يأتي بعدها فعل في ing أو اسم ولا يأتي بعدها جملة كاملة فالإجابة هي unless. Question number 19. Don't go near the fire because it's giving off a lot of hot heat warm light. لا تقترب من الحريق لأنه ينبعث منها أو لأنها تصدر الكثير من heat الحرارة. بعد a lot of أنا محتاج إلى اسم فhot صفة ما تنفعش warm كمان دافئ صفة ما تنفعش heat اسم فهي الإجابة الصحيحة. طب light كمان اسم لكن لا تناسب المعنى فأنا مش هحذر حد من الحريق لأنه ينبعث منها ضوء لكن هحذره من الحريق لأنه ينبعث منها حرارة. Question number 20. We mustn't, needn't, ought not to, shouldn't hurry. It only takes 10 minutes to the station and we have an hour before the train goes. إن الذهاب إلى المحطة يستغرق فقط 10 دقائق ونحن أمامنا ساعة قبل أن يغادر القطار. لذلك we needn't hurry لسنا مضطرين النسرة. Question number 21. Strange weather can occur, place, take part, land, all over the world. الطقس الغريب can occur من الممكن أن يحدث all over the world في كل أنحاء العالم. أما place فكانت محتاجة إلى take قبلها عشان تكون إجابة صحيحة و take part كانت محتاجة إلى أن أشيل part وأحط place عشان تكون إجابة صحيحة.
Question number 22. I regret saying said to say have said that we can't go to the science museum next week. There are no more tickets. كلمة regret بمعنى يندم بيأتي بعدها إما فعل ينتهي بـ ing وبيكون معنى الكلام إني بندم على شيء حدث في الماضي، أو يأتي بعدها to المصدر وبيكون معنى الكلام إني بأسف مقدما إني سأقول أو أخبر بشيء غير صار أو شيء مؤسف. والجملة هنا معناها I regret to say يؤسفني أن أقول that we can't go to the science museum next week أنه ليس بإمكاننا أن نذهب إلى متحف العلوم الأسبوع القادم لأنه لا يوجد المزيد من التذاكر. Question number 23. There was a power off, a power cut power station and all the lights went off. كان يوجد a power cut انقطاع في التيار الكهربي وكل المصابيح انطفأت. Question number 24. My mother warned me don't touch, not touch, not touching, not to touch the plate because it was very hot. الفعل warned بمعنى حذر وبيأتي بعده مفعول ثم not to والمصدر. إذا الإجابة not to touch. Question number 25. The red team won, lost, defeated, beaten the blue team 2-0. وهنا بنتكلم عن الفريق الأحمر والفريق الأزرق ونتيجة 2-0. فالجملة هيكون معناها الفريق الأحمر defeated هزم the blue team الفريق الأزرق 2-0. وكلمة beaten هي بنفس المعنى لكنها تصريف ثالث، وطبعا ما فيش verb to have عشان استخدم تصريف ثالث فهي مستبعدة. أما كلمة won فبمعنى فاز وما يجيش وراها الشخص المهزوم، بيأتي بعدها الشيء اللي أنا فزت بيه سواء كان جايزة أو منافسة أو مباراة أو حرب. كلمة lost بمعنى خسرة وبيأتي بعدها برضو الشيء اللي أنا خسرته سواء كان مباراة أو جايزة أو منافسة أو حرب. طيب لو حطينا بعد كلمة lost كلمة to يبقى معناها إيه؟ هيكون معناها عكس defeated. defeated هزم وبيجي قبلها الفائز وبعدها الخسران، لكن lost to بمعنى خسر أمامه وبيجي قبلها الخسران وبعدها الفائز. يعني كلمة lost to كانت تناسب الجملة اللي قدامي لو كانت النتيجة 0-2. Question number 26. Layla asked Sarah that what which whether she had enjoyed the book. والجملة في الكلام الغير مباشر وفعل القول asked، إذا الرابط هيكون كلمة استفهام أو if أو whether. إذا ذات مستبعدة لأنها تأتي مع الجملة الخبرية. هنا عندي كلمات استفهام 2 what أو which، وعندي كلمات whether، والفرق هيكون على أساس المعنى. ليلى سألت سارة whether she had enjoyed the book، إذا كانت استمتعت بالكتاب أو هل استمتعت بالكتاب. Question number 27. My sister loves chocolate but personally person to me at me I prefer ice cream. أختي تحب الشوكولاتة but personally ولكن بصفة شخصية أنا أفضل ice cream. Question number 28. The head of the school got dead the computers checked once a year. والجملة دي لازم نركز فيها كويس جدا عشان نفهمها. الجملة دي بتعبر عن حاجة اسمها السببية وهي نوع من أنواع المبني للمجهول. والسببية بتتكون من verb to have أو get وبعدين مفعول اللي هو هنا the computers وبعدين تصريف ثالث وهو هنا checked. وزمن الجملة السببية لا يتحدد بناء على الفعل الأساسي لأن الفعل الأساسي دايما تصريف ثالث، لكن بيتحدد على أساس تصريف verb to have أو get. وهنا has تصريف أول فهي مضارع بسيط، was having ماضي مستمر، was got ماضي بسيط مبني المجهول، ودد مستبعدة لأنها لا تستخدم مع السببية. وعشان once a year مرة كل عام بتستخدم كعلامة من علامات المضارع البسيط، إذا احنا محتاجين سببية في المضارع البسيط فهنستخدم has. Question number 29. We didn't run, manage, make, enable to go to the exhibition or exhibition because there were no more tickets. We didn't manage to go to the exhibition. نحن لم نتمكن من الذهاب إلى المعرض. كلمة run مستبعدة بعيدة جدا في المعنى، كلمة make كمان مستبعدة، لكن كلمة enable لازم اخد بالي ان معناها مش يتمكن انما يمكن، فبيأتي بعدها مفعول وتو المصدر، او بتأتي مبنية للمجهول وبعدها تو المصدر، وهي هنا لا بعدها مفعول ولا مبنية للمجهول، فالإجابة manage to بمعنى يتمكن ان.
Question number 30. All, every, half of, both player in the team was given a medal. وعشان كلمة player مفرد فالإجابة الصحيحة هي every. Every player, كل لاعب. أما بقية الكلمات فلا يمكن أن يأتي بعدها مفرد أبدا. والآن مع سؤال القطعة، هنقرأ القطعة ونحاول نخمن معاني الكلمات الغير معروفة. وبنبدأ بكويشن نمبر 1. Where are the two oldest individual trees in the world؟ أين تكون أكبر شجرتين منفردتين بمعنى غير ملتصقتين in the world، في العالم؟ Greece, Britain, Sweden, North America. وفي القطعة if you compared these، إذا قارنت هذه والمقصود بها الأشجار التي سبق الكلام عنها with two trees in North America، بشجرتين في أمريكا الشمالية. وبيرجع بعد كده يتكلم عن الشجرتين اللي في أمريكا الشمالية ويقول عن واحدة منهم it is more than 4800 years old، عمرها أكثر من 4800 سنة. Then scientists، العلماء بعد ذلك found، وجدوا a nearby tree، شجرة قريبة منها that is more than 5000 years، عمرها أكثر من 5000 سنة. إذن الإجابة North America. Question number 2. Why was a woman arrested in 2012? لماذا قبض على امرأة في عام 2012؟ She found one of the old trees. هي وجدت واحدة من الأشجار الكبيرة. She told the people where the old trees were. هي أخبرت الناس أين توجد الأشجار الكبيرة. She destroyed an old tree. هي دمرت شجرة كبيرة. She burned all the old trees. هي حرقت كل الأشجار الكبيرة. وفي القطعة in 2012 a woman was arrested for burning down another tree. في عام 2012 امرأة قبض عليها لأنها حرقت شجرة أخرى which was 3500 years old، والتي كان عمرها 3500 سنة. إذا الإجابة she destroyed an old tree، لأنها دمرت شجرة كبيرة. ولازم أخد بالي إن في الاختيار الأخير she burned all the old trees، هو استخدم الفعل burned، أحرقت الموجود في القطعة، لكن لما كمل بإجابة خطأ وقال all the old trees، أحرقت كل الأشجار القديمة وده مش موجود في القطعة، لكن هي أحرقت شجرة واحدة. ففي الاختيار C قال إنها دمرت شجرة واحدة، وطبعا ما استخدمش برضو الفعل burned عشان يلخبطني شوية أو يبعدني شوية عن الإجابة. لازم أخد بالي من الحاجات دي، مش بمجرد ما أشوف فعل موجود في القطعة وهو نفسه موجود في السؤال يبقى هو ده الإجابة الصحيحة. Question number 3. Why do you think that people believe that 100 soldiers on horses waited under the old Italian tree؟ لماذا في اعتقادك يعتقد الناس أن 100 جندي على خيولهم انتظروا تحت الشجرة الإيطالية الكبيرة والقديمة؟ It is a very tall tree، لأنها شجرة طويلة جدا. Its branches are very wide، لأن فروعها تكون عريضة جدا. It took 100 horses to pull the tree down، إنها تحتاج إلى 100 من الخيول لكي يسقطوا الشجرة. It looks like a lot of horses، إنها تشبه الخيول الكثيرة. والاختيار الوحيد الذي يتناسب مع فكرة إن الناس بتعتقد أن 100 من الجنود بخيولهم وقفوا تحت الشجرة الإيطالية القديمة هو أن فروع هذه الشجرة تكون عريضة جدا لدرجة أنها من الممكن أن تغطي على 100 من الجنود بخيولها. فالإجابة its branches are very wide. Question number 4. What does the writer think about trees؟ ما رأي الكاتب في الأشجار؟ He wishes he could see more of them، هو يتمنى أن يرى المزيد منها. He is impressed by them، هو منبهر بها. They should be studied more، يجب أن تدرس أكثر من ذلك. All of the above، كل ما سبق. وفي القطعة الكاتب بيقول I wish I could see some of these trees، أتمنى أن أرى بعضا من هذه الأشجار. إذن هو لم يرى أي من هذه الأشجار. وبيكمل ويقول They are incredible، إنها مذهلة لا تصدق. إذن الإجابة He is impressed by them، إنه منبهر بها. طيب الاختيار الأولاني ليه مش صح؟ في الاختيار الأولاني هو بيقول he wishes he could see more of them، يتمنى أن يرى المزيد منها، معناها أنه رأى بعضها ويريد أن يرى المزيد. لكن هو في القطعة بيقول أتمنى أن أرى بعضا منها، فهو لم يرى أيا منها. إذا الإجابة he is impressed by them، إنه منبهر بها. Question number 5. What does the underlined word these refer to؟ إلى ماذا تعود كلمة these التي تحتها خط؟ The world's oldest trees، أكبر الأشجار في العالم. The oldest trees in Europe، أكبر الأشجار في أوروبا. Soldiers، الجنود. Soldiers on horses، الجنود على خيولهم.
وفي القطعة the oldest tree that scientists know the age of in Europe is more than 1000 years old. أكبر شجرة يعرف العلماء عمرها في أوروبا هي أكثر من 1000 عام. The tree which is in Greece first to grow in 941 CE. الشجرة التي في اليونان نمت في عام 941 ميلادي. However, ومع ذلك, if you compared these, إذا قارنت هذه الأشجار التي سبق الكلام عنها وهي الأشجار الموجودة في أوروبا, إذن these تعود على الأشجار الموجودة في أوروبا, the oldest trees in Europe, أكبر الأشجار في أوروبا. Question number 6, what do you think the word trunk means? ماذا تعني كلمة trunk? The main part of a tree, الجزء الرئيسي من الشجرة, المقصود جزء الشجرة. The bark, اللحاء, وهو القشرة الخارجية التي تحيط بالشجرة من الخارج. A leaf, ورقة. A tree's rings, حلقات الشجرة. وفي القطعة extracting a piece of wood, استخراج قطعة من الخشب from the trunks. وقطعة من الخشب حين تستخرج تستخرج من الجذع اللي هو الجزء الرئيسي من الشجرة, فلا تستخرج من الورق ولا من الدوائر ولا من اللحاء, إنما تستخرج من الجذع. وبالتالي الإجابة هي the main part of a tree, الجزء الرئيسي من الشجرة أو جذع الشجرة. Question number 7, how do scientists calculate the age of trees? كيف يحسب العلماء عمر الأشجار؟ والإجابة في القطعة scientists have calculated their age, العلماء حسبوا عمرها after extracting a piece of wood, بعد استخراج قطعة من الخشب from the trunks, من الجذوع. إذا الإجابة they extract a piece of wood, إنهم يستخرجون قطعة من الخشب from the trunk, من الجذع, to calculate the age of a tree, لكي يحتسبوا أو يحسبوا عمر الشجرة. Question number 8, when did the 1000 year old tree in Greece first grow? متى نمت لأول مرة الشجرة التي عمرها 1000 عام؟ وهنا بنستخدم كلمة نمت لأن هذه الأشجار لا تزرع, إنما هي تخرج من الأرض من نفسها, وبالتالي ما أقدرش أستخدم كلمة زرعت. والإجابة في القطعة the tree which is in Greece, الشجرة التي في اليونان, first grew, نمت لأول مرة in 941 CE, في عام 941 ميلاديا. إذا الإجابة it first grew in 941 CE. Question number 9, find a suitable title for the passage, أوجد عنوان مناسب للقطعة. وعنوان القطعة غالبا بنلاقيه في الجملة الأولى, وهنا في القطعة amazing trees in the world, أشجار مذهلة في العالم. فالعنوان ممكن يكون amazing trees in the world أو the oldest trees in the world, يعني أكبر الأشجار في العالم. Question number 10, do you think that we will find even older trees in the future? هل تعتقد أننا سوف نكتشف أشجار أكبر سنا في المستقبل؟ Why, لماذا؟ Or why not, أو لما لا؟ Yes, because scientists will probably be able to test the age of more trees as technology improves. نعم, لأن العلماء ربما سيكونوا قادرين على اختبار أعمار أو سن المزيد من الأشجار لأن التكنولوجيا تتحسن. والآن مع سؤال القصة, the novel, question number 1, who does Rassendyll hear talking when he swims around the castle moat? من الذي سمعه راسندل يتحدث وهو يسبح حول خندق القلعة؟ The Duke and Johan, The King and Richard, Rupert and the King, Max and Johan. والإجابة The King and Richard, هو سمع الملك وديتشارد يتحدثون. Question number 2, why is Antoinette de Mauban a prisoner in the Duke's mansion? لماذا أنتوانيت دو موبان سجينة في قصر الدوك مايكل؟ Because she wants to be queen, لأنها تريد أن تكون ملكة. Because she is a murderer, لأنها قاتلة. Because the Duke can't trust her, لأن دوك مايكل لا يستطيع أن يثق بها. Because she wants to marry Rassendyll, لأنها تريد أن تتزوج من Rassendyll. والإجابة because the Duke can't trust her, لأن دوك مايكل لا يستطيع أن يثق بها بعد أن عرف أنها على اتصال براسندل وأنها أخبرته بخطة دوك مايكل. Question number 3, who kills the Duke in a fight? من قتل دوك مايكل في شجار؟
أنطوان دو موبان، روبرت روسندل ذا كينج. والإجابة روبرت. روبرت هو الذي قتل دوك مايكل. Question number 4. What does Rassendyll teach the real king? ما الذي علمه Rassendyll الملك الحقيقي؟ What a real king should be. ما الذي يجب أن يكون عليه الملك الحقيقي؟ How to trick people. كيف يخدع الناس؟ How to find Rupert. كيف يجد Rupert؟ How to fight. كيف يحارب؟ والإجابة What a real king should be. ما ينبغي أن يكون عليه الملك الحقيقي. Be answer two of the following questions. Why do you think that Rassendyll told the chief of police to return in 2 weeks and not earlier than that? لماذا في اعتقادك أخبر راسندل رئيس الشرطة أن يعود بعد أسبوعين وليس في وقت مبكر عن ذلك؟ راسندل didn't want the policeman to ask him difficult questions. راسندل لم يريد من رجل الشرطة أن يسأله أسئلة صعبة, so he wants him to go away for 2 weeks. لذلك أراد منه أن يبعد لمدة أسبوعين. Question number 2. What do we learn about Rupert when Rassendyll catches up with him on his horse? ما الذي عرفناه أو تعلمناه عن روبرت عندما تقابل معه راسندل على حصانه؟ We learn that نحن نتعلم أن he does not like the dog, أنه لا يحب دوك مايكل. And that he would help راسندل, وأنه سوف يساعد راسندل if he could have a reward, إذا كان سيحصل على مكافأة. He only works for himself. إنه فقط يعمل لصالح نفسه. Question number 3. Why do you think that Rassendyll didn't follow Rupert's plan? لماذا لم يتبع Rassendyll خطة روبرت؟ He realized that لقد أدرك أن روبرت was not a good man. أن روبرت ليس رجل جيد. He preferred to help the real king. ففضل أن يساعد الملك and his friends وأصدقائه in Stralsow في العاصمة Stralsow. والآن مع السؤال المحادثة. Finish the following dialogue. Wael and Ashraf are waiting at a bus stop. Wael وأشرف ينتظرون في موقف الباص. فأشرف بيقول I have got to be in the center of Cairo in an hour. ينبغي علي أن أكون في وسط القاهرة خلال ساعة. Where the bus? أين الباص؟ It's late. إنه متأخر. فبيرد وائل بسؤال وبعدين بيكمل The underground is very fast. إن مترو الأنفاق سريع جدا. إذا ده مش سؤال, ده اقتراح إن أشرف ياخد مترو الأنفاق. فهيقول له Why don't you take the underground train? لماذا لا تأخذ مترو الأنفاق؟ فأشرف بيقول But I am meeting my friend at a bus stop in the center. لكني أقابل صديقي في موقف للباص في وسط المدينة. بعد كده وائل بيرد على أشرف وبيكمل Then you can walk from the underground station to the bus stop in the center. بعد كده تقدر تمشي من محطة المترو إلى موقف الباص الموجود في وسط المدينة. يعني وائل لسه شايف إن أفضل طريقة لأشرف إنه ياخد المترو وبعد كده يتمشى من المترو لحد موقف الباص اللي هيقابل صديقه عنده. فهيقول له Surely the best thing to do, بالتأكيد أفضل شيء تعمله is to take the underground, إنك تاخد مترو الأنفاق. فأشرف بيرد ويقول Perhaps you're right, ربما تكون على حق. I have not used the underground before. أنا لم أستخدم مترو الأنفاق من قبل. Do you know how to buy a ticket? هل تعرف كيف أشتري تذكرة؟ وبيرد وائل بجملة وبعدها بيقول Here's what happens, سأخبرك بما يحدث. إذا الجملة اللي قبلها جملة استهلالية بيقولها الشخص قبل ما يبدأ يفسر أو يوضح شيء, فهيقول I'll try and explain, سأحاول أن أفسر لك. بعد كده وائل بيقول جملة فبيرد عليها أشرف Okay, what do I do? ماذا أفعل after I have bought a ticket from the ticket office? ماذا أفعل بعد أن اشتريت تذكرة من مكتب التذاكر؟ إذن كان وائل أول حاجة بيقولها له بيقول له First of all, أولا buy a ticket, اشتري تذكرة from the ticket office, من مكتب التذاكر. وبعد ما أشرف سأل ماذا أفعل بعد أن أشتري تذكرة من مكتب التذاكر, عايزين نعرف وائل قال له إيه بعد كده. هنعرف من رد أشرف لما قال له Is it easy to put the ticket into the machine؟ هل من السهل أن أضع التذكرة في الماكينة؟ إذن وائل قال له Then put your ticket into the machine, ضع تذكرتك في الآلة. ولما أشرف سأل هل من السهل وضع التذكرة في الآلة, رد عليه وائل قال له Yes it is, نعم. Then the gates, بعد ذلك البوابات
open ستفتح and you can walk وتقدر تمشي onto the platform إلى الرصيف to wait for the train لتنتظر القطار. بعد كده أشرف بيسأل سؤال وبيكمل I don't want to go on my own، أنا لا أريد أن أذهب بمفردي. إذا هو بيطلب من وائل أن يذهب معه، فممكن يقول له Will you come with me please? Can you come with me please? أو can't I persuade you to come with me؟ ألا يمكنني أن أقنعك أن تأتي معي؟ فبيرد وائل Yes, okay, I'll come with you، سوف أتي معك. Then I can show you، عندئذ يمكنني أن أريك what to do، ماذا تفعل. بعد كده سؤال الباراجراف، واحنا قلنا ان احنا نعمل فيديو خاص بالباراجراف نقول فيه كل شيء متعلق بالباراجرافز وازاي نجاوب عليها وازاي نجيب فيها ان شاء الله درجة كاملة. وبعد كده سؤال الترجمة A translate into Arabic. Number one, I wish I had had time to read more novels when I was younger. ليتني كان عندي وقت فراغ او متسع من الوقت لقراءة المزيد من الروايات عندما كنت صغيرا. Number two, your skin might burn if you sit in the sun without using sun cream. قد يحترق جلدك إذا جلست تحت أشعة الشمس بدون استخدام مرهم واقي ضد أشعة الشمس. Be translate one sentence only in English. الجملة الأولى، إذا لم يصب والدي في قدمه لأصبح لاعب كرة قدم. If my father hadn't been injured or hadn't my father been injured, he would have become a football player. الجملة الثانية، أود أن أعرف كيف يؤثر القمر على البحار على سطح الأرض. I want to know أو I would like to know how the moon affects seas on earth. بالشكل ده نكون انتهينا من الإجابة على امتحان الورك بوك الـ 12 على الوحدات الأخيرة 16 و17 و18، وكمان نكون انتهينا من الإجابة على كل امتحانات الورك بوك، وكل الامتحانات موجودة في الرابط الموجود أسفل الفيديو. الفيديو القادم ان شاء الله هيكون عن كيف تجيب على سؤال المحادثة. سؤال المحادثة من الاسئلة الصعبة، مشكلته انه ملوش منهج، الطالب مش عارف اذاكره ازاي او اعمل فيه ايه، لكن ان شاء الله هنعرفك ان في اكيد طريقة ازاي اعرف اجاوب على سؤال المحادثة وادخل الامتحان وانا عارف ان لما تجيني المحادثة انا هتصرف فيها ازاي. اذا عجبك الفيديو دوس لايك سبسكرايب، خليك متابع للقناة. جود باي اند جود لك.